الرئيس الأرجنتيني يتعاطى المخدرات. هذا ما قاله وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عن رئيس الأرجنتين المثير للجدل خافيير ميلي، معتبرا أنه من بين الأشخاص السيئين للغاية الذين وصلوا إلى مناصب رفيعة. مكتب الرئيس الأرجنتيني رد على وزير النقل الإسباني قائلا إنه يجلب الفقر والموت لشعبه ويهدد وحدة إسبانيا من خلال إبرام اتفاق مع الانفصاليين، في إشارة إلى الاتفاق السياسي للحزب الاشتراكي مع الانفصاليين في إقليمي الباسك وكتالونيا لتشكيل حكومة. هذه الاتهامات تأتي في ظل تدهور في العلاقات الإسبانية الأرجنتينية، فيما يتوقع أن يزور الرئيس الأرجنتيني إسبانيا في منتصف مايو للمشاركة في حدث ينظمه حزب فوكس اليميني المعارض. وزارة الخارجية الإسبانية ردت في بيان لها ترفض تصريحات ميلي قائلة إن حكومة بلادها ستواصل الحفاظ على الروابط الأخوية والعلاقات مع الشعب الأرجنتيني وتعزيزها.